بيتك، فاهم؟ بدي اخربلك بيتك. اتركوها، ما حدا يتقرب. خلي البوليس يجي يشوف شو صاير، شو عامل فيها جوزها المحترم. ابعد هاد انت لبرا. اديني ماما، بدك تسطري على هذا المجرم؟ لو ما لحقناها كان قتلها، هيدي محاولة قتل. خلي بنت عمي وخيي هن يتصرفوا، شو مالك بالشغلة انت؟ رولا بنت عمي وانا عم بطلب المهر اللي تقلها البوليس بسرعة كمان. طلعوا كلكم برا البيت. طلعوا احسن ارفع عليكم دعوى اقتحام املاك خاصه. خوفتنا كثير. ولك عين تحكي كمان استاذ. انت اقتحمت غرفه نومي انا وزوجتي، انت اللي رح تنزت بالحبس، فاهم؟ ايه فاهم كثير منيح. الو شو في لحقني؟ ابدا ما في شيء. خايف اني اهرب؟ فعلا راح اهرب. انا خايف منك، خوفتني يا استاذ. مش مني لازم تخاف، لازم تخاف من العمل اللي عملته ومن البوليس. اكيد انا خفت منك كمان. بس شايفني كيف عم برجوف؟ الو متر صباح، وينك انت؟ عال يعني قريبه مني، ميلي علي على البيت بسرعه بالمجمع. ايه بليز ما تتأخري. شب حلو. مين من هالصبايا هالأدميات عم بتخون زوجها معك؟ حكمت؟ عم تبكي؟ ايه عم ببكي. كنت مفتكرة هيك موقف رح يبسطك. لأنك ما بتعرفيني على حقيقتي. لوين؟ عبيتي، ما بدي اشوف حدا. رافي أنا هسر لازم أمشي. رافي رافي أنا رايحة. شو؟ ما فهمت. قال بدك ياني أقعد بعد؟ أنا صار لازم روح، عندي حفلة بكرة، بشوفك بعد الشغل. رافي أنت بتشتغل؟ شو؟ بتشتغل؟ شغل شغل؟ مش مهم، نحكي بعدين. أوكي؟ صدق ممكن واحد يعمل هيك بمرته؟ ما عجبك؟ مش طبيعي. كارلا شو رح تبقى هون؟ الحقيقة ايه رح نبقى شوي مع الجماعة، البوليس ما عنده عند رولا ومحمي طبعا متأخر. فرح في اخذ الاولاد وروح لعندك على البيت، هيك بركي بقعد بحكي مع احمد شوي لحالنا. ايه يا ريت، بتمنى. وبتعرفي رح احكي البنت تعمل لك فنجان قهوة. لا بس تجوا نشرب قهوة كلنا سوا، يلا ما تطولوا. اوكي ميرسي. كثير مهضومة كارلا. استاذ رئيف بدك تضطر ترفقنا شوي.
حضرة الضابط، أنا المحامية ماتر صباح نجم. بالنسبة لمسيو رئيف خلينا إذا بتريدي ماتر بتتفضلي تروحي معه وبتحكوا هونيك، إجباري يمشي معي. وبالنسبة للمدام رح تبقى هون، وهلأ بيوصل طبيب الشرعي وبيعينها وبيصدر تقريره، وعهالأساس بتصدر القرارات. تفضل معنا إذا بتريد. ماتر صباح رح نضطر نروح معهم شوي ونرجع الليلة، ما تخاف. طيب دقيقة لأجيب هويتي. شفتيها لرولا؟ باردون؟ شفتيها لمدام رولا ماتر؟ أكيد شفتها. أنا بستغرب كيف شفتيها مضروبة بعنف وهي مرة، وأنت كمان محامية مرة عم بتدافعي عن هالرجال يلي ضربها. غريب قديش المصاري بتغير الناس وأيام الناس. أبو ناجي خلي عينك على البيت، مثل ما انت شايف شي تك تك شي تيعة رايحين جايين. أنا مش مطول، الليلة راجع. تفضلي بيتر. الله معكم. اف كتير حرجت باللي قلت لي اياه. بلا أخلاق، محامية قال. أنا اسمي كارلا. وين راح خيك أحمد؟ أكيد راح بالأوضة. رؤية قلبي بليز من وقت تبكي بليز. كرمالي خلص حبيبتي ولو. رؤية قلبي بليز رؤية من وقت تبكي. خلص حبيبتي يلا. بعتذر حبيبتي، ما قدرت احميكي. بس عارف بقصتنا جن. كي؟ ليه جوزك عارف بقصتكم؟ ايه عارف. يلي عم يعملوا فيي هلا هو انتقام. ليه مين خبره؟ مش مهم مين خبره، ضهروني من هون، ضهروني من هالقبر بسرعه. خلص حبيبتي، رح اخذك لعندي. لا معلش حبيبي، مش انت قرير البوليس، ما بدنا نثبت الاتهامات. رولا رح تروح تعيش عنا ببيتها مع ابن خيها رامي، هونيك بيتها عنا. سوري بعتذر على الازعاج. قالوا لي اخواتك انه عندك انترنت بالاوضه، وانا ناطره ميل مهم. ممكن افتح ميلي خمس دقائق تشوف اذا وصل؟ يلا بس لحظه. اوكي على مهلك. ماهر بليز حط لي مخده ورا ظهري. متضايقة حبيبتي؟ راسي عم يجعني كتير، وعيوني عيوني عم يجعوني. هلا بيجي الدكتور يا قلبي. لازم تروحي على المستشفى، رح تلفن لروجي. مين روجي؟
حبيبي. يا حبيبي سوري يا قلبي، سوري تأخرت عليك. دخيلك ده ما بقى فيي اتعلق بحدا هون. كيف بدي ارجع فل على كندا؟ ما عم بعرف. بكره بتفلي بعد كم يوم تنسينا عاد. يلا تعرفك على عمتك. تعال تعال. شوي مين جاي تشوفتها؟ هيدا رامي جديد. حمليني اياه شوي. يلا بس عم عليك انتبه. بس الله يخزي العين. يا حياتي شو صغير وخفيف مثل اللعبه. وين امه؟ شو صار فيها؟ يلا نحن زعجناه. رح فوت نايمه، بكره بتشوفي عروق. يو يلا دي بنوي على كل الناس. قليلة ما القصة صارت. حرام كيف انتزعت حفلة هالصبي الصغير. قالي لها الرجال الواحد شو عمل بمرته؟ نحل ما قتلها. كان لازم يقتلها. باردون شو قلت؟ قلت انه عمه رئيف مش وحش وكان لازم يقتلها كمان. ليش عم بتقول هيك؟ ما عم بفهم عليك. هي خاينة. طفي شو يعني خاينة؟ يعني بتحب رجال غيره. شو بدك يعني؟ اذا الرجال عرف انه مرته هيك عم تعمل ما لازم يقتلها؟ اكيد لا، ما حدا لازم يقتل حدا. احمد الأغلاط ما بتتعالج بالجرائم. ايه هلا ما تبلشي تخبريني قصص مثل الملك وتعملي حالك قديسة. المرة يلي بتخون بده يصير فيها مثل رولا. لا ابدا، لازم اذا ما عاد في حب بين اثنين يتركوا بعضهم على اتفاق واحترام. هلا انت خطيبته لمسيو تيو مثل ما قالت للمام، بس اذا انت وتيو اختلفتوا وتركتوا بعض ما في شي وراكم. بس اذا مرة ورجال مجوزين وعندهم اولاد، شو بيتركوا الاولاد يعيشوا مع رجال تاني؟ فشر. حسب، كل واحد عنده وضعه الخاص. مثلا انت وامك واخواتك خسرتوا بيك لانه مات. بي ما مات، بي استشهد يعني ما مات. امي ما فيها تفكر تحب او تتجوز غيره لان بي بعده معنا وعيش معنا. طلعت على الاولاد احنا بالاوضه عم يلعبوا. شو بدك تنزل على البسين؟ لا مش رح انزل بقى، اصلا دوامي خلص. نتعشى سوا لكان. نتعشى سوا لكان، نتعشى سوا. حبيبي شو هيك الاولاد هون؟ يا الله على الاولاد. خلصنا اولاد بقى. ريتا ريتا شو بيه؟ شو انا كثير مبسوط، مبسوط كثير، مبسوط كثير. اجاني تليفون من البنك وافقوا على الكريدي الجديد اللي طلبته، غير كريدي البنا، كريدي المحتويات منشان بعدين. انا حاسس انه المشروع رح يمشي نار. مبسوط مبسوط حياتي، مبسوط. مبروك حياتي. حاسس انه الايام اللي جايه رح تكون احلى بكثير من ايامنا اللي راحت. شو بك حبيبتي ليه زعلانه؟ لا ماشي. صار قصة بشعة اليوم مع الجيران. هيدا العجوز المتصابي رئيف ضرب مرته كان قتلها واجا البوليس. حياتي اللي فينا مكفينا، خلينا بقصصنا. صار شي جديد بقصة ميليسا؟ لا، انه بس لازم نحكي اكتر مع سيرج. معقولي يعني كان هلأ تحت هو نايلة ومرتاح ولا عباله بال ولا كأنه عمل شي ولا خايف من شي؟ حياتي من شو بده يخاف؟ كيف من شو بده يخاف؟ من عملته. حكيناه بالمنيح، طلعنا بالصور وصوره هو وميليسا بخلونا نسكت. في صور قاعدين سوا غامرين بعض. هيدا ما بيبرر اللي عمله. البنت قاصر. لك يا حياتي ما هيدا شاب وميليسا مش مبين عليها ابدا انه قاصر. شو قصدك؟ لما هيك شاب بيعمل هيك عمله بيزبط عملته منيح تما حدا يلقط عليه شيء، وخصوصا اذا البنت موافقه معه. ومين قال لك انه البنت كانت موافقه معه؟ هلا بدك تصف مع سيرج ضد بنت اختي؟ بنت اختك؟ طب ليش عم تعيط علي كانه انا المسؤول عن الموضوع؟ لانه حسيتك كانه خلص صرفت النظر عن الموضوع.
يا ريتا يا حبيبتي، انا صار لي سنين عم بحضر هيدا المشروع، هيدا مشروع حياتي وهلا بلشت نفذه وانا مبسوط فيه وحاسس انه هيدا المشروع رح يكسر لنا الروتين اللي بيناتنا. مش ضروري كل ما يجينا شي حلو يجينا شي بشع عم قبيله يدمر لنا اياه. هلا هيك صار، البنت ببيتنا وتحت حمايتنا. حياتي شو بدك نعمل؟ انا بعمل، خليني اخذ دوش 5 دقايق وبرجع بنحكي انا وهيك على البلكون. لك انا مبسوط مبسوط. لك وين بيلو؟ روتين؟ كان قتلة بسبب خيك، عم تسمعيني منيح؟ كان قتلة بسبب خيك. انا ابني، انا رجال يقتل مرته كرمال ابني. انا تصوري شو قصتك ماما؟ هيدي قصة حب وماهر عم يتحمل مسؤوليتها مثل رولا نفس الشي. ما هي كمان قبلة تتحب ماهر، ما خصب على شي هو. بعدين لعما شو واطي طانت حكمت؟ معقول راح تخبرته؟ واطي؟ هلأ حكمت صارت واطي لأنه عم تنتقم لحاله ولكرامتها؟ دخيل كرامتها أنا، ما الزلمة طلقها تتركه بحاله. يا عمي شو هالمصيبة هيدي اللي صابتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دكتور عم بيفحصها جوا، موجوعة كتير. طولي بالي كبيرة، ما تعتلي هم، هلا بيظهر وبيخبرنا كل شيء. أكل حالة أنا رح أرجع أشوفها وأفحصها. أنت منيحة؟ الحمد لله. شو بك؟ ليش هيك تعبانة؟ ما بعرف دكتور، كل المصايب نازلة فوق رأسي، ما عم بقدر أتحمل، كله غلط بغلط، ما عم بعرف كيف بدي أتصرف. تعبانة دكتور، والله تعبانة تعبانة. طولي بالك روقي روقي، كل شي بيزبط. ميليسا انت وانا بنعرف اللي صار كيف صار، بس هو عمل عزب ولا صريخ. هلا عم بحكي انا وياكي، بيني وبينك سيرج مختصة بيك، انت اللي جبرتيني معك لحتى ما تروحي لعند اهلك وتعيشي بقطر. سيرج اختصبني وبس، وما فيك تستدرجيني تقول شي تاني. اليوم بدك تحكي والله بجرس الدنيا وعلي وعلى قعدي. انا جيت لعندك بنت وفيلا من عندك مرة، والكل بيعرف هون اني انا ما ظهرت من عندك خالتي، كنت عم بخدمك. مين معقول يكون عامل فيي هيك غير جوزك؟ اسكتي اسكتي، مش رح اسكت الا ما سيرج يتحمل مسؤوليته ويتجوزني، ما في غير حل. امبارح تركتك طفلي بريئة، اي متى تحولتي لشيطان؟ من وقت ما وعيت على كل الشياطين اللي عايشين حوالي. مدام ليه عم تبكي؟ ما بعرف يا سورة ليه عم ببكي، مشان مين مشان شو ما بعرف. شفت الامبولانس كيف اجا اخد رولا على المستشفى؟ ايه شفت مدام. حرام رولا، رولا يتيمة، بتعرفي شو يعني يتيمة؟ ما بعرف شو يعني يتيمة مدام. يعني نو ماما نو بابا، ماتوا. انا كمان مدام يتيمة، نو ماما نو بابا ماتوا. انت كمان يتيمة؟ روحي من وجهي ولي، روحي. ليك شيلي هالوردة من راسك، هدول لحكمة بس، فهمي؟ عجبنا لحرة تشجعنا. ايه سامحني يا رب. اخ انا حكمت، انا مين قدي انا؟ زعلانة انا. اخيرا ناموا، مش معقول كلية نفس القصة تيخفوا. أصلاً أحمد بضل مسكر على حاله قوته. طيب هلأ صار فينا نحكي، أنا عم فكر نطلب عشا دليفري، شو رأيكم؟ لا يلا خلينا نظهر نتعشى برا. لا أنا بصراحة تعبانة، وخاصة بعد القصة يلي صارت. حرام رولا عن جد على المنظر اللي هي فيه، هالقصة خضتنا كلنا. طيب أحكي لك شي كلمة عن جد فرح، يلا منروح نتعشى لقمة ومنرجع بكير. صدقوني عن جد مني ملاقيتها حلوة أبداً، ما إلي عين وما إلي قلب أصهر والحالة هيك، يعني الكل عم يبكي وجو حزن. ما بعرف فرح، كل واحد ببيته ما حدا شايفك، وأصلاً مرة صارت بالمستشفى.
جابوا الاولاد. ماشي فرح، الاولاد ناموا، بعدين احمد بدي احكي انا وياكي بقصته برات هون وضروري. يلا فرح منروح وما منتاخر. طيب لحظه لاقول لاحمد اني ظاهره وبجيب شستاني. قصة هالمرة عويصة، إذا حطيتها براسك رح تتعذب كتير. حكيتك ميرا؟ ايه رح تبقى مع شهيد الليلة بالمستشفى. تخي بيان، لكن أنا بنام عندك. لا سفات، لا عيني مرتاحة بالبيت. بس هون برتاح أكتر، بتطمن عنك على القليلة. ما بين الشي لا تطمن علي أميليا، طلع عيني مرتاحة بالبيت خلص. ما رح أتركك لحالك، رح أطلع جيب مو بيجاما. أميليا بليز بليز، بدي أبقى شوي أنا ورامي لحالنا، طلعي على البيت. غريب تمارا، بس تتعبي شوي كيف بتصيري عصبية معي وكأنك بتكرهيني، ليش؟ أنت متحملتيني ولا عن جد بهمك أن نكون مع بعض؟ قولي ما تستحي. ليك يا أميليا، أنت مرة طيبة ولذيذة وبتاخد العقل. بليز بلا مقدمات وكمبليمانات، قولي لي بصراحة. بصراحة حاسة إنه علاقتنا كتير ضغط علي، عم تخنقني كتير، إنه بعتل هم وقتها بتطلب تشوفيني وبقلك إنه ما فيي أو مشغولة، مع إنه الأصحاب طبيعي ما يكونوا كل الوقت مع بعضهم، إنه طبيعي يكون عندك أمورك الشخصية الخاصة، ما بعرف، وأنا كمان. ما حدا قال غير هيك. بس أنت أبداً. أنا ما عم بجبرك على شي تمارا، أنا عم بسألك وأنت ما عم تقولي لا. بعدين ما تنسي إنه المصايب لحق بعضها، مشان هيك عم نضل سوا، والأصحاب بيبقوا مع بعض بالأوقات الصعبة، ما هيك؟ ما كان في لزوم تصرخي لتفهميني انك متضايقه مني، كنت بس طلبي مني فل كنت فليت، بس انت ما طلبت مني. على كل حال سوري اذا ضايقتك. بانوي بانوي. ما تخافوا هالقد، لما المريض بيكون تعبان وصحته ما بتطمن ما بيضهروه من المستشفى، والحمد لله البيبي صار بالبيت، يعني ما في شي بخوف. على كل حال أنا عندي صديقة حكيم أطفال، بكرة بكير بحكيه وبناخد موعد منه، بناخد البيبي لعنده. خلص ما تخافوا. طيب أنا رح أطلع شوية أتمشى برا، إذا عزت شي تبي تلفني لي. أوكي. مشغول باله، خايف على ابنه. خايف على ابنه وعلى المرة اللي بحبها. طيب إذا روبا بتتعاطى مخدرات وبتشرب وماشي مع مجموعة مجانين مدري شو لاعبين لها براسها، إنه ممنوع شهيد يحبها يعني؟ مش قصة ممنوع، بس في علامة استفهام حول كيف بيقدر يحبها. بحبها وبس، الحب ما بيتفسر. بلا ميرا بيتفسر، الحب قرار مثل كل القرارات اللي بناخدها بحياتنا. مش مزبوط. مزبوط ونص. إن شاء الله أنت مفتكرة أنه الحب اللي بتحضريه بالمسلسلات هيدا هي الحب الحقيقي. ما عم بحكيك عن الحب يلي منشوفه بالمسلسلات، عم بحكيك عن الحب يلي بيصيب هون، يلي بيصيب القلب. عم بحكيك عن الأحاسيس والمشاعر يلي منعرفها لما نحب. ميرا حاش تحكي مثل الولاد الصغار، منطق الشعراء والناس اللي عايشين بالأوهام والأحلام. هيدا ابن عمك، قلبه مصاب وتحركت أحاسيسه ومشاعره وحب الطريقة اللي أنت عم تحكي عنها. شو النتيجة؟ مرة محبوسة مدمنة معطرة وصبي مريض. بنت عمك شافت هالشاب وقلبه مصاب، وهي مرة مجوزة. تفضل النتيجة، هي ملقوحة مضروبة والناس كلهم عم بيقولوا عنها خينة، وهو راكع تحت إجريها كل النهار عم يبكي. وطبعاً طبعاً أهله مش قبلانين بهيدي العلاقة، ويمكن أمه تموت بالقلب كمان.
ما في شيء بهالدنيا لازم نعمله من دون منطق ومن دون تفكير ميرا. عال، مع اني ما اقتنعت ابدا بس رح اعتبر انه حكيك اناني 100%. خليني اسالك سؤال بس بدي اياك تجاوبني بوضوح لا تقنعني. تفضلي. شو اللي بيخليك تبعد عني دكتور وانت بتعرف اني بحبك؟ بحبك كتير كمان. ليش ما بتقبل تفتح هالباب كبداية لنشوف علاقتنا وين فيها توصل؟ المنطق اللي كنت عم بحكيكي عنه. بشو بيوقف المنطق ضدنا دكتور؟ حلو انك فتحت هيدا الحديث ميرا. لازم انا وياك نقعد على رواق ونحكي بالموضوع بصراحة، بس مش هلأ ومش هون. ليش؟ انه تتروق الظروف شوي، كلكم تعبانين. ما بدي اياك تفهميني غلط لانك تعبانة وزعلانة. عادي ميرا، عادي، بكفيك وقوف. عادي. تمشي بمفردها في الشارع الضيق الفقير، رأت نورا يشع أمام باب المبنى المهدم. اقتربت غلطة إلى مصدر النور فرأت طفلا صغيرا يبتسم لها ويقول لها بصوته الصغير: خذيني إليك. حملت غلطة الطفل الصغير بين يديها ومشت به نحو المستقبل المجهول. حلوها. ومن تلك اللحظة أصبح للصغير اسما جميلا، لقد أسمته رامي. الحمد لله طلع ما بدك عيني فيها، هيك بضل حدك ليل النهار. ماهر، عيون ماهر، شو رح يصير فينا هلا؟ ما تخافي، كل شيء مدروس. المهم تطلعي من هون بالسلامة، وأنا صار كل شيء واضح براسي. قلي. بعد اللي صار طلاقك من جوزك صار سهل كتير، بتطلقيه وبتنسيه، والحمد لله ما في ولادي. ونحن؟ أنا من فترة كان بيي عرض علي افتح شغل جديد بالكويت، أنا طبعاً رفضت لأنه كنت بدي لحدك هون، بس هلأ خلص بروح أنا وياكي نفتح الشغل هونيكي، نتجوز ومنجيب ثلاث ولاد، صبيين وبنت. أنا هيك بحب. وهالقد بفتكر إنه هيدا الشغلة هينة؟ أكيد هينة. وأهلك ماهر رح يقبلوا فيي بهالسهولة؟ بحبك. كيف يعني بدي توقف كم يوم؟ كيف يعني؟ روق بليز روق. صباح حبيبتي، إذا مش قادري على الموضوع خلينا نتصل بمحامي تاني. بدك يعني توقف وانحبس بهالآخرة؟ تقرير الطب كبير وخطر، والمرة بالمستشفى. نقلوها على المستشفى؟ تقرير بقول إنه المرة أكلة ضربات قوية على راسها، وفي احتمال لنزيف داخلي والردود وعنف جسدي. يعني المشكلة كبيرة أستاذ رئيف، خلينا نتصرف على هذا الأساس بليز. خلينا نتفق إنه نحن بمشكلة كبيرة وعم نحاول نعالجها مثل ما لازم وأكتر. ما
بدي اياك تفكر انه المشكله صغيره استاذ رئيف. بس هي خانتني صباح، خانتني، حبت شاب وجبته على بيتي على تختي. بتعرفي شو يعني على تختي؟ بعرف، بس بدك تروق، رح تخلص منها وبسرعه، ما تخاف. مين قال بدي اخلص منها؟ مين؟ كيف؟ ما فهمت. بدي اياها صباح، انا بدي اقولها ما رح طلقها ابدا. بس اللي صار، اللي صار صار، بيتصلح، بنقل بيتي، ببعد عنه هالواطي البلي اخلاق، ضحك عليها، هي ندمانه، اكيد هي ندمانه. استاذ رئيف، انا كمحاميه لازم اعرف عن مزبوط شو هو قرارك بالنسبه لهيدا الموضوع، بدي اعرف كيف بدي واجههم. الجماعه حطوا محامي والمحامي تبعهم رفع دعوى واكيد رح يطلب الطلاق. فاشل يطلب الطلاق، ما رح طلقها، رولا الي غيمي سودا ومرقت خلص. يلا حبيبتي، بدي اياكي محامية شاطرة مثل بيك، الله يرحم كان على الصديق عندي، فرجيني شطارتك وطلعيني من هون بسرعة. مشغول بالي، بدي اشوف حبيبتي شو صار فيها. قصدي بده متابعة، مش كرمالك بس كرماله هو كمان، يعني هلأ بهالعمر يمكن عم تتضايقي منه وتنقذي، خصوصي إذا حبيتي ترتبطي مرة تانية أو يكون في رجال بحياتك من جديد. بس بعدين المشكلة رح تنتقل عليه فرح، هيدا الصبي هيك من دون مساعدة ما رح يعرف يحب، ما رح يعرف يعمل حياة طبيعية مع مرة، وطبعا إذا تجوز مرته ما بتضاين معه بهيك عقلات. صبي ضايع وما عنده هم بالحياة إلا أنك أنت ما تحب رجال غير بيو، تما يعترف أنه بيو مات، كرمال هيك عم بيشتغل ويطلع مصاري ويثبت لك أنه في رجال تاني بالبيت، فما تحب رجال غير البابا. كل يلي عم تقوليهم بعرفهم كارلو، صدقيني بعرفهم وحستهم، حتى هو أصلاً قال لي يهون علنا. بس هلأ شو الحل؟ شو ممكن نعمل؟ كيف ممكن نساعده؟ هلأ سفرتك على باريس معه مع أخواته كتير مهمة لإله، يعني رح تكون فترة فرح وسعادة وضحك للعيلة كلها من دون بيو، يعني ببرهن لحاله وبتبرهني له إنه ممكن نكون مبسوطين من دون ما يكون بيك بطريقة تانية أو بصورة تانية غير اللي كانت لما كان بيك بعده عايش. بس هو محمس كتير لهالسفرة. عال بس يرجع وأنا لازم شوفه. مش رح يقبل. مش ضروري يجي لعندي على الكلينيك وينام على الكرسي تيحكي، الولاد عندهم عطول حالات استثنائية، نحنا منتأقلم معه. سوري هيدا البيت. ألو. ايه اوكي. طيب يلا 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 جاي. باي. سوري انا مضطرة امشي لانه ماما متضايقة شوي. في شي مهم بروح معك؟ لا لا مثل العادة، كفوا عشاكن عرواء، منيح معي سيارتي. لا لا ما في داعي، منمشي كلنا. قرروا انتو، انا رح امشي. باي، بشوفكن. سلامتها امك. سوي عمالك. طيب يلا منمشي نحن تيو. ليش؟ بعد ما خلصنا أكل. هيك بليز خلينا نمشي أحسن. بليز تيو. بس ما فهمت ليش بدك تمشي هيك فجأة. لأنه صرنا لحالنا. ما يكون فكرك إنه أنا باكل عالم. حدا يقول لك هالشي إنه بس اتواجد مع مرة ممكن اغتصبها مثلا؟ بليز بلها الحكي هلأ، ما بدنا ننهي السهرة بخناقة. ايه مزبوط، لازم تروحي على البيت أحسن ما أكلك. شو صار لك تيو؟ شو هالحكي هيدا؟ أنا شو هالحكي ولا أنت؟ إنه هلا بدك تقولي لي كارلا هي اللي كانت قاعدة هون حرستك؟ وأنت قاعدة كرمالة؟ وبس فلت صرت تشوفيني مثل الوحش؟ شو؟ إيه علينا، ليش هيك عم تاخذها يي؟ وكيف بدي أخذها يعني؟ قولي لي كيف تتفسر؟ ما بس فلت كارلا صرت قاعدة حايصة ومش عارفة كيف بدك تمشي، حتى بعيوني ما عم تقدري تطلعي. تفضلي. متر. عم بحكي معك، شو بيك عمل لك خفف السرعة يا تيو؟ رح تروحنا، يا ريت رجعت بالتاكسي لطلعت معك بالسيارة. لك عم بحكي معك، نزلني هون تيو، نزلني هون.
تفضلي انزلي تفضلي. انت واحد مجنون. اوعى تقولي هالجملة مرة تانية على لسانك، فاهمة؟ أي جملة؟ إنك مجنون؟ طلع بحالك شوف كيف كل جسمك عم يرجف، طلع بوجهك، اسمع صوتك، ما شفت حالك كيف كنت عم تسوق السيارة مثل المجنون؟ إيه مجنون وميت مجنون؟ هذا لأنه أنت اللي مجننتيني. أنا عم جننك؟ ليش شو عم بعمل لك؟ أنت تصرفك معي، أنا بوجهك، بوجهك بالمنيح أنت بتعامليني كأني شي واحد مريض، مرض بيعدي، لا بتقربيني عليكي، لا بتفوتيني على بيتك، ما بتقربيني على أولادك ولا على حياتك حتى. تيو فهم علي بقى. أنا ما في حب مرة تانية، ما ممكن يصير في رجال بحياتي من بعد جوزي، ما في حبك، لك افهم؟ فإذا ليش عم تسيريني؟ ليش عم تسيريني وتخليني حبك؟ مش مزبوط. بلا مزبوط، أنا فليت من عندك قلت لك ما رح أحكيك قبل شباط، يعني بعد شهور، عشو جاي تتحشرتي فيي؟ عشو حكيتيني؟ فسري لي عشو؟ لك حاجة تصرخ يا مجنون؟ لك ما تقولي لي مجنون بقى، طلعي بالسيارة. ما رح أطلع معك بالسيارة وأنت بهالحالة. طلعي بالسيارة؟ ما رح أطلع. فين؟ ما تطلعي. روحي مشي. شو بيك حبيبي؟ مخبى علي شيء؟ شو بدي كون مخبى عليك يعني؟ طيب وجهك حكي ما عم بتقوله، منك على بعضك. عم فكر. بشو؟ عم فكر بعلاقتنا، عم فكر بجوزك المحترم كيف أنا أخلص منه نهائيا. تتجوزيني نايلة؟ شو؟ يمكن هذا الحل الوحيد. لا حبيبي مش هذا الحل الوحيد. ليش؟ ما بتحبيني كفاية حتى تتجوزيني؟ بحبك لدرجة إني ما أتجوزك. شو كيف هاي ما فهمت؟ أحسن. حاسة إنه هالأيام بشعة، أنت حاسس هيك كمان؟ كيف بدي أحس إنه هالأيام بشعة وأنت حدي؟ عن جد بتحبني هالقد يا صبي؟ أنت بعدك ما بتعرفي؟
بونجور ابو ناجي. اهلا اهلا يا ست الحلوه. وين هو سيرج؟ مبين منه على البسين. مش هون بس هلا لازم ينزل. يا حوي على النايله. ما بعرف. بتضحك ابو ناجي، ما كلنا هون بنعرف انه سيرج مصاحب نايله، جاي انت تستر عليه هلا؟ هيدي مش شغلتي يا ست ريتا. يعطيك العافيه. الله معك. طيب رح انزل على البسين هلا. اوكي حبيبي، هلا بشوف انا شو بعمل. اذا كل شيء منيح وما في مصايب بهالمشروع بنزل بسبح شوي. طيب بس ما تطول. ايه ناطرك. ايه خلاص يلا ناطرك. ممكن زعل ناطرك. السلولير. سيرج حكيني كلمتين قبل ما تروح على شغلك. شو بعد في مدام ريتا ما حكيني؟ بعد ما حكينا شيء. شو بده يصير بميليسا؟ ما بعرف. ليش عم تحطوا كل المسؤولية علي؟ ليه عم تعملوني مثل كأني أنا مجرم؟ البنت قاصر. أختي ودتها لعندي لأنها بتوثق فيي، والبنت عم تقول لك اغتصبتها. قلت لك برضاها. نمت معها برضاها.